السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصاوبو حلوى سريعة التحضير جد سهلة بثلاث مكونات فقط وبدون فرن. هاد الحلوى معروفة عند الجميع وشعبية بزاف، وغادي نقدمها لكم على طريقتين. خليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله، عندي هنا شوية ديال الكوك. بالنسبة للنستلي فمن الأحسن تستعملوا هذا اللي كيكون كاراميليزي، كيعطي واحد الذوق أحسن، كيجي ألد. إلا ما كانش عندكم كان عندكم غير نستلي العادي، فغادي ديروه في كوكوت وتسدوا عليه، تخليوه 45 دقيقة من بعد ما تصفر الكوكوت كيولي لكم على شكل كراميل. وردوا البال ما تحلوش وهو باقي سخون لأنها كتفرقع، خليوه حتى كتبرد هاد الحديدة، عاد ديك الساعة حلو عليه. اذا انا هنا عندي اقل من علبه، كنت استعملت القليل منها باش صاوبت حلوه الرخامه، والباقي هو اللي غنديرو في هذه الحلوه. دابا غادي نبدا نزيد هاد نستلي كراميل بالتدريج. هذه يعني من بين الامور اللي كنصحكم بها، ديروا هذا لي كاراميليزي، ما ديروش الاخر، ما كيجيش زوين شخصيا، ما كيعجبنيش. جربوا نتوما هكا وانا متاكده غادي تلاحظوا الفرق. اذا غادي نبدا كنخلط هاد الكوك مع نستلي. اذا صافي، هذا هو القوام المطلوب. لاحظوا معايا كتكون واحد بحال الجينا او واحد البريباراسيون اللي كيمكن لي نشكلها، ولكن في نفس الوقت ما تكونش كتلصق في اليدين. بالنسبه للكميه ديال الكوك فما زدتش ورا ديك 250 غرام تقريبا اللي درت، وكراميل فدرت هذيك الكميه كنت ديجا واخده منها شي شويه. اذا دابا غادي نبدا ناخذ من هذا الخليط ديال الكوك والكراميل وكنشكل منه كويرات. طبعا الحجم على حسب الرغبه ديالكم، ولكن من الاحسن تاخذوا دوك الكويرطات اللي غديروا فيهم بعد الحلوه ديالكم وكتاخذوا القياس ديالهم. اذا بحال هكا كناخذ القياس ديال الكويرطات باش يجيوني هما هذاك بهذا الحجم هكا مزيانين، ومازال ملي غادي نزيدوا شوكولات كتجي هي هذيك تماما. صافي، من بعد ما ساليت تشكيل هاد الكويرات ديال الكوكو والكراميل غادي نخليهم جانبا. وعندي هنا واحد 300 غرام ديال الشوكولا، درت معها معلقه كبيره ديال الزيت، وغادي ندير هاد الذوب في حمام مائي. هاد الكميه الا ما كفاتنيش غادي نزيدو من بعد، ما بغيتش نذوب بزاف، درت غير 300 غرام، الا احتاجيت غادي نزيد مازال. بالنسبه للحمام المائي باش ينجح معكم فدائما الاناء اللي يكون لتحت ويكون فيه الماء وكيطلع منه البخار كيخصو يكون اصغر من الاناء اللي فوق منه باش ما كيتسربناش البخار الشوكولا ويضيعها. صافي، اذا هنا من بعد ما درت الشوكولا كنخليها دائما تحت هذاك البخار باش ما كتجمدش. وهنا مفرشه ورق الطهي باش ملي ندير هاد الكويرات ديال الكوكو الكراميل في الشوكولا كنحطهم تما نخليهم على ما يشدوا. اذا بالنسبه للشوكولا فانا استعملت الماركه غالا، زوينه في الذوبان ديالها ما كتمحمش في الخدمه. غادي ننزل هاد الكويرات ديال الكوك مع الكراميل، نبقى ننزل غير شويه بشويه وكنغطيهم بالشوكولا بحال هكا. اذا صافي، من بعد ما كنغطي هاد الكويرات مزيان بالشوكولا كنحاول بحال هكا
نفض شي شويه، نحيد هذاك الزائد ديال الشوكولا وكنزلهم هنا. صافي، ملي كنسالي هذوك الكويرات كلهم ديال الكوكو الكراميل كنديرهم في الشوكولا، كنخليهم بحال هكا فوق من هذا ورق الطهي حتى كيشدوا مزيان. بالنسبه للتزيين كيمكن لكم تخليوا الحلوه ديالكم هكا مباشره، اولا بحال هكا كما درت انا بلاستيكه درت فيها هذيك شوكولا سوداء اللي بقات لي ذوبتها وحليت لها هنا الفم ديالها بالمقص، وغادي ندير بها بحال هكا خطوط للتزيين. ممكن ديروا شوكولا بيضاء اولا تخلطوا بيناتهم كيعطي واحد اللون بني مغلوق شي شويه، حتى هو كيجي زوين. واذا ما بغيتوش ديروا خطوط كيمكن لكم ديروا دوائر اولا اي حاجه بغيتوا تزينوا بها. صافي، ملي كنسالي التزيين غادي نخلي الحليوات ديالي حتى تشد عليهم ديك الشوكولا مزيان، عاد غادي ندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديالهم عند التقديم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوات ديالي ملي كيوجدوا صافي، كتنشف عليهم هذيك الشوكولا، كنديروهم في كويغطات وكنقدموهم بهذا الشكل، فعلا كيجيو جد رائعين والوليدات كيحماقوا عليهم كيتخاطفوا عليهم. نتمنى انكم تجربوا هذه الحلوه بالطريقه ديالي وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع، لايك تعليق بارطاج ديال لا فيديو واشتراك في القناه بالنسبه للزوار الجدد. طبعا ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى.